من عضو برلماني مفصول تلاحقه اتهامات التمويل والعمالة إلى متحدث باسم النظام ومفاوض عنه في قضية حقوق الإنسان. هكذا غيرت السياسة من موقع النائب السابق محمد السادات الذي برز دوره خلال الشهور الماضية بعد نجاحه في التوسط لدى الجهات الأمنية والإفراج عن عدد من المعتقلين. اليوم وبعد تعيينه عضواً في المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئاسته وفداً التقى في واشنطن لأول مرة مع معارضين للنظام، يعود الأمل من جديد في حدوث انفراجة محتملة في مصر. لكن هل يبدو الأمر جدياً هذه المرة؟ أم هي مجرد مناورة لتضييع الوقت؟ القصة تبدأ من اعتقال أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والتي نالت الحملة ضدها اهتماماً واسعاً من السياسيين الغربيين لا سيما في الولايات المتحدة. حينها توسط السادات ونجح في الإفراج عنهم. بعدها بأشهر قليلة أسس السادات منتدى الحوار الدولي وضم إليه أسماء يمكن للنظام السيسي أن يثق بها مثل السفيرة مشيرة خطاب والإعلامي يوسف الحسيني والقيادي بحزب النور أشرف ثابت. لكن لماذا يتعين على السيسي الاعتماد على هذه المجموعة في تبييض وجهه؟ السيسي رأى في السادات فرصة ذهبية لمساعدته في الترويج لسياسة جديدة حول حقوق الإنسان في وقت كان عليه التعامل مع الضغوط الأمريكية المتوقعة من إدارة بايدن. فتحت الأبواب للرجل من أجل عقد جلسات دورية مع الأمن الوطني والمخابرات العامة لبحث ملفات المعتقلين، وسرعان ما نجح بالفعل في الإفراج عن عدد منهم على رأسهم صحفيون وناشطون بارزون، كما استطاع تأمين عودة عدد من الباحثين المصريين العاملين أو الدارسين بالخارج لينال ثقة الجميع. استعداد السيسي لوصول بايدن إلى البيت الأبيض شمل أيضاً إبرام مزيد من العقود مع جماعات الضغط الأمريكية، حيث وقع السفير المصري في واشنطن عقداً تدفع الحكومة بموجبه 65,000 دولار شهرياً لمجموعة من النواب السابقين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري. وبعد أشهر من الصمت بين السيسي وبايدن دفعت الحرب على غزة الرجلين للحديث لأول مرة، كما زار وزير الخارجية الأمريكي القاهرة والتقى مع السيسي. لكن كل هذا لم يكن كافياً أمام إصرار الإدارة الجديدة على مناقشة قضية حقوق الإنسان، وهو ما تسبب في تعليق 130 مليون دولار من المساعدات الأمريكية، حيث ربطتها واشنطن بعدة قضايا محددة تتعلق جميعها بنشطاء حقوق الإنسان وجمعيات المجتمع المدني. السادات مع وفد من منتدى الحوار ضم رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان هبطوا في واشنطن، حيث التقوا بمجموعة واسعة من الباحثين وصناع الرأي الأمريكيين. لكن اللافت أنهم التقوا كذلك لأول مرة مع عدد من المعارضين والنشطاء المصريين على رأسهم الإعلامي باسم يوسف والحقوقي محمد سلطان، الذي كان عباس كامل مدير المخابرات المصرية قد طلب قبل أشهر قليلة من الإدارة الأمريكية اعتقاله في أحد سجونها بناء على الاتفاق الذي تخلى سلطان بموجبه عن الجنسية المصرية ليتم الإفراج عنه. اللقاء مع سلطان تحديداً يمثل تراجعاً واضحاً لدى إدارة السيسي، ويعبر عن رغبة جامحة في نيل ثقة بايدن بأي وسيلة ممكنة. في المقابل أصر الوفد على عدة رسائل بدت متناقضة، فمن ناحية اعترف بأن هناك أزمة مصرية في مسألة حقوق الإنسان، لكنه رفض الضغوط الحقوقية على النظام، كما طالب بعودة الثقة الغائبة رغم عدم تقديم السيسي خطوات ملموسة تثبت نيته في الإصلاح. فالنظام المصري لم يستجب لمبادرة المنظمات الحقوقية المصرية التي رفعت 7 مطالب محددة على رأسها الإفراج عن المعتقلين، كما طرحت منظمات حقوقية أمريكية 5 أسئلة واضحة على الوفد تضمنت جدية النظام في مناقشة إنهاء حبس 65,000 معتقل سياسي أو محاسبة أفراد الأمن المتورطين في جرائم التعذيب والإخفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون أو فتح المجال العام وإنهاء سيطرة الجيش على الاقتصاد. وبالطبع لم يستطع وفد السادات تقديم إجابات وافية رداً على هذه الأسئلة المحرجة. لكن السادات نفسه كان قد كشف في حوار صريح مع موقع مدى مصر عن خطوط حمراء يضعها النظام في التعامل معه، تتمثل في تحذيره من المطالبة بالإفراج عن المعتقلين الإسلاميين ولا سيما المنتمين لجماعة الإخوان، إلى جانب أسماء محددة من نشطاء الثورة ذكر منهم زياد العليمي وأحمد دومة ورجال أعمال على رأسهم صفوان ثابت. إذن ماذا يريد السيسي من هذه الزيارة؟
يبدو جليا أن الإدارة المصرية لا تسعى سوى لإضاعة الوقت دون تقديم تنازلات حقيقية. هذا ما تؤكده مشاركة السيسي في قمة فيشغراد التي تضم 4 من دول وسط أوروبا والتي يقودها زعماء يمينيون معادون للهجرة، فضلا عن كلمته التي رفض خلالها الإملاءات الغربية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، في إشارة من النظام أن بإمكانه البحث عن شركاء آخرين لا يبالون بهذه المسألة. كما أن إعلان السيسي عن تشييده عددا من مجمعات السجون الضخمة لا يوحي بأن هناك جدية في حلحلة الأزمة الحقوقية التي تعيشها مصر.